ان شاء الله بيقبرني. لك روح هلا بتشتلق مرتك. لك لا بتشتلق ولا شيء، هي لا بتشوف ولا بتحس. لك انا شقت لك. يوم حلك تشتلق من يومين كنا سوا. ايه واذا كنا من يومين سوا نمت تلاقي مثل هالضمات وهالغمزات وهالبوسات، مو مثل هي اللي عندي ما بتعرف الخمسه من الطمسه. هيرانا شبكي؟ ليش عم تضحكي؟ معلمتي تذكرت شغله صارت معي من يومين. ايه تعي لهون، تعي ضحكيني معي. يلا جايتك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله عليك. أنا آسفة يا ابن عمي، مو قصدي تفركشت. لا حول ولا قوة إلا بالله، لكم مرة قلت لك على مهلك، على شو مستعجلة؟ والله مو قصدي يا ابن عمي، ماني مستعجلة، بس قلت لحالي يعني إنه بخلص على بكير، وشنو أختي وردة جاية بعد شوي لعندي. أختك وردة جاية، شو جابها هلا؟ أنا قلت لها تمر لعندي امبارح، مشان تجيب لي معها شوية مصاري. مصاري؟ ليش خير حبيبتي، شو بدك بالمصاري؟ حبيبي أنا بعرف إنه أنت شغلك دائر ووضع البيت يعني مصروف وبده كتير غراض، قلت لها تجيب لي شي من وردتي بحصة أهلي الله يرحمهم. لك الله يخلي لي إياك يا رب يهديه، قسما بالله العظيم إنك أصيلة وبنت كرم وشهمة. يعني والله ما بعرف أنا مخليك تدفعي من حر مالك مصروف على البيت مع إنه هذا واجبي إلي. لا يا ابن عمي لا، شو هالحكي؟ يعني مالي ومالك واحد، ما بصير هذا الحكي. الله يخلي لي اياك يا حبيبه قلبي، الله يخلي لي اياك. اسمعي هالمرة انا بدي طعميك بايدي. ها شو؟ موافقة. تحت امك. يلا 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 تحت امك تحت امك تحت امك. ايه اختي قبل ما انسى، هي المصاري خديها. تسلموا ايديك، عم عزبك معي تقبريني. لا شو هالحكي، ان شاء الله ما في فرق بيني وبينك، بعدين هاد حقك. الله يخلي لي اياك يا ورده وما يحرمني منك. اختي بدي اسالك، شلون عصام معك؟ شلون ملاقيتي؟ هلا هو صحيح احيانا انا بكسر كاسة المي، واحيانا بتفركش بالمشي، واحيانا كثير بطول لحط له اكلاته، وهو وضع شغله مثل ما بتعرفي يقبر قلبي ما عم يصبر، يعني بيعصب وبعدين فجأة هيك بيهدى وبيجي بيصالحني. ايه يا هدية، صحيح رب العالمين حارمك نعمة النظر، ايه بس لا تنسي انه هو اخذ بنت حلوة وزنجيلة ومن خيرة اكابر بنات الشام. اخ يا وردة اخ، نعمة النظر كتير بتأثر، لكن معقولة معقولة انا عم جيب وحدة تنظف لي بيتي؟ ماني قدرانة اعمل شيء. بس هو بيعرف حالتك وكان موافق وموافق واختارك إلك أنت، شو عدا ما بدها هلا؟ خلصنا وردة، خلصنا غيري السيرة بقى. طيب مثل ما بدك اختي، بدي أسألك، هاي البنت اللي عم تحكي عليها اللي بتجي بتنظف لك البيت شلون ملاقيتيها؟ يعني خرجت تجي تساعدني؟ ايه رنا كتير منيحة، بس تجي لعندي بسألها مشان تجي تنظف لك بيتك، ما في مشكلة. يخلي لي اياك يعني. قوم ساوي لك كاسة زهورة؟ لا حبيبتي ما بدي عزبك، ما بدي لبكك معي، ما في مشكلة. الله يخلي لي اياك. مرحبا هدية. اهلين ابن عمي، يعطيك العافية. الله يعافيكي، هي جبت لك معي رنا مشان اساعدك بشغل البيت. ايه كثير منيح، اهلين رنا، شلونك معلمتي؟ الحمد لله. يلا انا بدي روح على الشغل، سلام عليكم. وعليكم السلام، روح الله يرزقك يا ابن عمي. ايه رنا، بما انه راح عصام فيكي تشلحي ملايتك وتبلشي بالتعزيل. من وين بتحبي بلش بالاول معلمتي؟ هلا فيكي تبلشي بالاول شيء بالغرف، بعدين بدي اياكي تفوتي معي على المطبخ لحتى نساوي اكله محاشي لعصام، وبتعرفي هي الاكله بتلبكني، خاصه بحفر المحاشي. ايه حاضر من عيوني، رح اشلح ملايتي وبلش بغرفة نومك. يلا الله يرضى عليكي. عمرها هيك معلمتي؟ شوي شوي. اخ الحمد لله يا رنا، الحمد لله خلصنا هالطبخة بخير وسلامة. الحمد لله، قعدي هون قعدي هون. ايه معلمتي؟ ايه ما زال خلصنا شغل البيت، يعني تسمحي لي تكملايتي وروح على بيتنا؟ ايه حبيبتي الله يعطيكي العافية، بس بدي اسألك،
اختي ورده كانت عندي مبارح وبدها وحده تساوي للبيت، يعني مثل ما بتعرفي اولادها مجننين، قالت لحالي مالي غيرك لو يوم بالاسبوع. والله ما بقدر يا معلمتي، انا اهلي ما بيخلوني غير اشتغل عندك، شنو ابي يعني رجال مقعد قاعد بالبيت انا اللي عم اخدمه؟ يعني ما فيك تدبري يا رنا؟ والله ما بقدر، لا تواخذيني مشان الله. طيب معناتها بقلها تدبر حالها مع شي وحده، ما في مشكله يعني، بس كنت حابه بيض وشي معها، شنو انت فهمانه وشاطره وطايفيه. لا تواخذيني مشان الله. معلمتي تأمريني شي ولا روح تكي ملايتي وروح على البيت؟ ما بدي الا سلامه قلبك. يلا يلا قومي قومي دكي ملايتك اجا عصام قومي. يلا يلا. اهلين ابن عمي. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا هديه، شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله نشكر الله. طمنيني، خلصت البنت ولا لسه؟ لا خلصت وهلا بدها تروح. شو كان بدي اقول لك؟ شو قالت لك اختك امبارح مشان موضوع الدكان؟ وافقت انه تبيعوا دكان من دكاكين وتدينوني حقها؟ والله ما الي عين طلبت هذا الشيء منها. ايه؟ خلاص ما عاد بدي. مشان الله لا تزعل مني ابن عمي، بس انا صرت بايعه دكانتين على الفاضي وعم يروح حقهم. لا 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 يا هدية لا. عم تعايريني بالمصاري؟ يا حيف عليك يا حيف. انت بتعرفي انه اول مره المصاري انسرقوا وتاني مره تجاره وخسرت، يعني الشغله مو بايدي، بايد رب العالمين. خلصنا ابن عمي لا تعصب، حقك علي، بس تجي لعندي ورده بحاكيها بالموضوع. لك انا روحي فداك. معلمتي بدك مني شيء قبل ما اروح؟ سلامة قلبك رنا، تيسري تعالي لحاسبي. لحظة لحظة، أنا بحاسب. خدي أختي خدي. شو؟ أي حسابك؟ صح الحمد لله لست الحساب. مانك سمعاني بدي أشفط منا دكان جديدة خدي. إي ولو أنا بغار. لك يأمرني رب اللي بيغار أنا. شو رنا لسه ما رحتي؟ كنت عم اسال سيدي عصام اذا بده مني شيء قبل ما اروح. هي لا انت تيسري، انا بساوي له اللي بده اياه. خاطركم. لحظه لحظه لا تروحي. هدية الاغراضي اللي وصيتيني عليهم، قلت له للشغيل جيب لك اياهم. هذا الظاهر غط ونسي، رايح جيب لك اياهم، ومنه الطريق كمان بوصلها لهالدرويشه. ايه مثل ما بدك ابن عمي. يلا خاطرك هدية. خاطرك معلمتي. مع السلامه. بس يا هدية هي تالت دكانة بدك تبيعيها حرام؟ خلصنا اختي، خلصنا، ساوي اللي عم قلك عليه، ساوي هيك، وخصوميهم من وردة اهلك الله يرحمهم. لك شو عم تحكي انت؟ أنا عم بحكي مشانك مو مشاني، دكاكين أبوكي حلوين وكبار وبنص السوق وسعرهم غالي كثير، معقول بدك تبيعيهم بتراب المصاري؟ اختي عصام متضايق، قلت بفرج عليه شوي. لك بتقومي بتبيعي له من حصتك؟ كم مرة صرتي عاطيتيه مصاري ومال كانت؟ شو عم تستفيدي؟ غير بيرجع لعندك صارفهم. وردة خلصنا، انت شو بدك؟ بعدين انا رضيانة. يقبر قلبي عصام، إذا بعطيه مثلك واحد ما بضيع معه، خلصنا بقى. ما بعرف اختي، بدك للصراحة؟ أنا مالي مستنفة الموضوع منو. خلصنا وردة خلصنا، كثير شكاكة أنت، كثير شكاكة، كل ما بدي حاكيك بشي بتعملي من الحبة هبة. لك فوق مالي خايفة عليكي لك حوبة، أنت بتعرفي جوزك وين عم يروح بهالمصاري؟ يعني وين بده يروح فيها؟ على شغله وين بده يروح فيها؟ متأكدة؟ إيه متأكدة متأكدة وردة، ليكي إذا عم تعملي هيك مشان ما بيع الدكاكين قولي وخلصيني، مو كل مرة بدي أفتح لك سيرة تعملي لي فيها سنجق عرض. لك يا عيب الشومة عليك يا هدية، لك أنا عم بحكي هيك مشانك. خلصنا اختي، يكبر شانك، مو كل مرة بدي افتح سيرة تطلعي لي فيها سنجق عرض. أنا رايحة أساوي شي نشربه. خليني ساعدك. اتركيني بعرف الطريق لحالي. والله العظيم إنها مجنونة ورح تجنني معها. لك شلون بدي فهمها لهالحب إنه عم يضحك عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هدية! قولي على قصتي! آه يا راسي يا وردة أختي مشان الله ردي عليك، شو صار لك مشان الله فيكي شي؟ يا ربي دخيلك شو بدي أعمل؟ يا ربي دخيلك شو بدي أعمل؟ أختي أنا رح
روح جيب لك الحكي. لا ورده ورده ورده، انا عم شوف. شو عم تحكي انت؟ شوف ورده. والله العظيم ما عم صدق انت، انت عن جد عم تحكي معي؟ شايفتيني؟ قد خلص شو ناقصي علي؟ اسود اسود. انا رح روح بشر سر. لا 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 بدي اعمل لها مفاجاه. اوعي اوعي يا رب، دخيلك دخيل اسمك يا رب. انا حلوه حلوه. دخيلك يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. منيح وقعتي لك. جبتلك خدامتك رنا مشان تشطبلك وتمسحلك وتكنسلك. خدامتك معلمتي. شي حلو، شي حلو كتير، حلو الأخضر والله. وانتي طلعتي حلوة كمان. عينك كنت عينك يا واطي، عم تضحك علي مالي ودكاكيني وكل شي لي، عم بعطيك اياها لتروح اطلع من بيتي انت وياها، ولا والله العظيم بجيب الكراكون ياخذكم انتوا الاثنين. يلا وقبل ما تطلع ترمي علي يمين طلع يا زباله يا وسخ.